متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. معكم اسماء اسماعيل ولايف جديد من الاسكندريه. ايه الحكايه؟ عاصفه دانيا خلصت على اليونانيين وعلى الليبيين وجايه على الاسكندرانيين. ايه الحكايه وايه التفاصيل وايه اللي هيحصل فينا بعد كام ساعه؟ ايه اللي هيحصل في اسكندريه؟ هل اسكندريه هتغرق؟ هل اسكندرية هتختفي زي ما احنا شايفين التراب اختفى؟ التراب خلى اسكندرية تختفي زي ما حضراتكم شايفين معانا. الاسكندرية مختفية بسبب العاصفة الترابية. ايه الحكاية وايه عاصفة دانيال اللي جاية على مصر خلال الساعات القادمة؟ العاصفة، عاصفة دانيال دلوقتي بعتلنا وبتقول لنا انا جايه، ودي نبذه بسيطه بعتلكوا شويه اتربه من العاصفه بتاعتي تخفي لكم معالم وملامح اسكندريه خالص، ولكن هي لسه ما وصلتش بالسلامه، احنا في انتظار وصولها. ايه الحكايه؟ بعدما حذرت الهيئه العامه للارصاد الجويه في مصر من عدم استقرار الاحوال الجويه لمده 48 ساعه قادمة بسبب اقتراب اعصار دانيال من السواحل الشمالية، يعني اسكندرية مطروح الساحل الشمالي لسه مش عارفين. من المقرر ان تبدأ العاصفة على غرب البلاد وتمتد الى مناطق من الشمال يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة قد تصل الى امطار رعدية على فترات متقطعة، يعني احنا في انتظار هطول امطار غزيرة، امطار غزيرة على الاسكندرية. فيضانات وسيول، مصر تتأهب لاستقبال العاصفة دانيال. يا ترى اسكندرية هتغرق ولا مطروح هتغرق؟ ايه الحكاية؟ مش عارفين. اما هذه التغيرات المناخية تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعى احتمالات تعرض الاسكندرية او مطروح للغرق بسبب العاصفة دانيال، الى ان خبراء الارصاد الجوية نفوا الامر تماما مشددين على ان هناك فرصا لسقوط الامطار المتوسطة والتي تصل الى غزيرة. وطبعا احتمالية كمان انها تكون امطار رعدية على فترات متقطعة لا اكثر. فقد كشفت خرائط الطقس وفق الارصاد عن فرص سقوط الامطار على الاسكندرية ومطروح وسيوة، مطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من الاثار الناجمة على الظواهر الجوية المتوقعة. وزي ما احنا شايفين وبنتابع معاكم العاصفة الترابية خفت معالم اسكندرية خالص، اسكندرية ما بقتش هي، اسكندرية اختفت خالص زي ما احنا شايفين. عاصفة ترابية تحتل مدينة الاسكندرية، عاصفة ترابية. كما توقع الخبراء ان تصل الامطار القاهرة اليوم يوم الثلاثاء المقبل وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة. فيضانات عارمة تحتاج مدنا يونانية، طبعا احنا هنا شاطئ اسكندرية وهناك في اخر البحر شاطئ يونان، فطبيعي جدا ان العاصفة تيجي من يونان على اسكندرية. اول حاجة العاصفة موجودة يا استاذ علي، وزي ما حضرتك شايف الاتربة مغطية اسكندرية، العمارات كلها مختفية مش باينة. طبعا عرض البحر مش باين بسبب برضو العاصفة الترابية اللي موجودة. زي ما قلت لحضراتكم فيضانات عارمة تحتاج مدنا يونانية بعد عاصفة دانيال في اليونان. وأوضحوا أنه في الوقت الذي كان فيه المفترض أن يلفظ الأعصار دانيال أنفاذه الأخيرة عند وصوله شرق ليبيا بعد رحلة طويلة بدأت من غرب تركيا واليونان وبلغاريا وجنوب إيطاليا ثم غرب ووسط ليبيا، يأتيه امتداد من الهواء البارد من منخفض جوي متمركز شرق البحر الأسود، وهو ما يعمل على زيادة قوة
المنخفض بشكل ملحوظ وتحوله إلى عاصفة متوسطة شرق ليبيا. أنا أحاول أقرب وأوري لحضراتكم. طبعا زي ما احنا شايفين الأتربة كلها مغطية العمارات ومغطية الكورنيش. هخش برضو هنا وأوري لحضراتكم التفاصيل عاملة إزاي، والبحر الغيوم مسيطر عليه زي ما احنا شايفين الغيوم مسيطر عليه، ولكننا في نص شهر فبراير مش في سبتمبر يا جماعة، احنا فبراير. زي ما حضراتكم شايفين كذلك حذروا من تعمق المنخفض الى غرب مصر الاثنين، بحيث ترتفع قيم الضغط وتخوف قوة الحالة الجوية عما هي عليها الآن شرق ليبيا، لكن هذا لا يمنع أن هناك أمطار غزيرة ورعدية على بعض مناطق مصر. طبعا أولها تكون الساحل الشمالي، وطبعا المناطق الساحلية الشمالية زي اسكندرية. يشار أن العاصفة دانيال كانت بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكيل عينا مغلقة، وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية، كما من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير. طبعا زي ما قلت لحضراتكم أنها هتكون يعني في القاهرة بكرة الثلاث، احتمال العاصفة تكون موجودة في القاهرة. وتوقعت الأرصاد الجوية ايضا ان تصل بقايا العاصفة دانيال الى السواحل المصرية اقصى غرب الساحل الشمالي. طبعا الكلام ده النهاردة يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة التي تصل الى رعدية على فترات متقطعة. طبعا زي ما احنا شايفين الاتربة مغطية شوارع اسكندرية باكملها. طبعا ربنا يكون في عون الناس اللي عندها جيوب انفية، ربنا معاكم يا جماعة، متنزلوش من البيت، تحذيرات من عدم نزول امراض الجيوب الانفية النهاردة من البيت. بشكركم متابعينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، والى اللقاء.